إذا متتبعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد. حنا الآن كتوجدوا في كما قريتو في العنوان، غادي نديرو من طريق المحمدية إلى مدينة الدار البيضاء، نشوفوا الأجواء كي دايره. بالنسبة للناس اللي كيسولوا على الشتا، فما كتصبش الشتا، الجو الصباح بارد شوية ولكن ما كايناش الشتا. بالنسبة للناس اللي كيسولوا على الشتا في الصباح، فهي ما كايناش الشتا حتى الآن، والجو كاين شويه ديال الرطوبه وكاين البرد،